لن يصيبنا إلا ما كتب الله. رجعنا كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بقضاء الله وقدره، بخلق الله، بتقدير الله. فهمنا؟ إذا اطمئنوا بالإيمان، اطمئنوا بالتوكل على الله. يا أخي طالما لك عمر ما حتموت، قبل ما يخلص عمرك لو انشقت الأرض بلعتك حترجع تطلع، ما تخاف. قبل ما يخلص عمرك وعمرك ما حتموت وما تخافوا. الرسول عليه السلام يقول إن روح القدس، جبريل عليه السلام، نفس في روعي، يعني قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها.